إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مساحة بعض الأشكال الهندسية. الأشكال دي اللي هي شبه المنحرف المعين المربع المتوازي والمثلث. أنا هبتدي من الأصعب للأسهل علشان دول اتاخدوا قبل كده عشان الناس ما تملش. شبه المنحرف في نوعين منه أو في ثلاثة عامة. شبه منحرف متساوي الساقين وشبه منحرف قائم. في نوعين من شبه المنحرف: شبه منحرف متساوي الساقين وشبه منحرف قائم. في نوع تاني اللي هو مختلف الأضلاع. شبه المنحرف المتساوي الساقين يعني في ضلعين اتنين قد بعض بس ما بيكونوش المتوازيين، لانهم لو كانوا المتوازيين يبقى ده بقى متوازي. تاني مش فاهم حاجة. في شبه منحرف اسمه شبه منحرف متساوي الساقين وفي شبه منحرف اسمه قائم. شبه المنحرف تعريفه هو شكل رباعي به ضلعين فقط متوازيين. تعريف شبه المنحرف: شكل رباعي به ضلعين فقط متوازيين. ده تعريف شبه المنحرف. شبه المنحرف المتساوي الساقين اللي خلص زوايا القاعدة بتاعته متساوية، يعني الزاوية دي قد دي. وبالتالي يا شباب بما ان ده عامل حرف اليو يبقى بالتداخل الزوايا دي قد بعضها. ده أول خاصية. تاني خاصية فيه إن أقطاره متساوية في الطول. الأقطار بتاعته متساوية في الطول. ده كده القطر ده قد القطر ده. تالت خاصية والأخيرة: له محور تماثل واحد. محور التماثل بتاعه ده يقسم الضلعين المتوازيين، يعني محور التماثل بيبقى من نصه هنا كده. ده كده محور التماثل. ده محور تماثل شبه المنحرف المتساوي الساقين بيقسم الخطين دول. طيب شبه المنحرف القائم. شبه المنحرف تعريفه شكل رباعي به ضلعين متوازيين. لو احدى زوايا قائمة يبقى خواصه احدى زوايا قائمة، يبقى دوت شبه منحرف قائم. يبقى كان معايا ثلاث انواع، انا باخد نوعين بس: شبه منحرف متساوي الساقين وشبه منحرف قائم. وفي شبه منحرف مختلف الاضلاع. شبه المنحرف بيبقى في ضلعين بس متوازيين، لو لقيت زوايا القاعدة قد بعضها وفي ساقين قد بعض ده اسمه شبه منحرف متساوي الساقين، بيبقى ليه محور تماثل واحد. تعال بقى نشوف مساحته من جبهة. ده شبه منحرف بأي نوع، بأي نوع مهما يكون، مش شرط يكون متساوي الساقين مش شرط يكون متساوي الضلع. المساحة بتاعته بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع. طب ايه هي القاعدة المتوسطة؟ لما كنا اقول لك مثلا ان انا معايا 10 جنيه وانت معاك 20 جنيه يبقى متوسط اللي معانا كام؟ او بمعنى اصح نص اللي معانا كام؟ هو كانوا 20 و10 كده 30 جنيه، نقسمهم على الاثنين يبقى 15. يبقى المتوسط ده أو القاعدة المتوسطة بتبقى قاعدة في النص المسافة ما بين القطعتين المتوازيتين أو الضلعين المتوازيين.
ديت هي القاعدة المتوسطة. القاعدة المتوسطة دي لها قانون، قانونها ايه؟ القاعدة المتوسطة بتساوي القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على 2. الناس يا شباب اللي بيتهيأ لها ان دي غير دي، او نص مجموع القاعدتين دي القاعدة المتوسطة. فين الارتفاع؟ الارتفاع ده الارتفاع بنسميه عين، بنرمز له بعين تاني. يبقى مساحة شبه المنحرف بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع المناظر. القاعدة المتوسطة دي يا شباب تاني بتبقى ما بين الخطين المتوازيين فقط. ما ينفعش أعمل قاعدة متوسطة كده، ما ينفعش، ده اسمه ارتفاع. يبقى بتساوي نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. أيوه هي دي المساحة. يبقى المساحة نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. أو لو أنت معاك القاعدة المتوسطة على طول يبقى القاعدة المتوسطة في الارتفاع. تعال نشوف أسئلة في الشكل أوجد القاعدة المتوسطة. هنقول له القاعدة المتوسطة لها قانون، قانونها إيه؟ القاعدة المتوسطة بتساوي القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على 2. يبقى 12 على 2 بتساوي 6 سنتي. طب افرضوا يا شباب كان اداني الارتفاع وقال لي اوجد المساحة. اداني الارتفاع هو اللي اداهولي، قال لي ده ب 3 سنتي اوجد المساحة. هنقول له بما ان المساحة بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع، اذا المساحة بتساوي القاعدة المتوسطة انا لسه جايبها ب6 في الارتفاع 3، ده الارتفاع، يبقى بتساوي 18 سنتيمتر مربع. شبه منحرف النسبة بين قاعدتيه المتوازيتين 2 إلى 3، وقاعدة المتوسطة بتساوي 15 وارتفاعه 7 سنتي. احسب مساحته. شبه منحرف النسبة بين قاعدتين متوازيتين 2 لـ3 وقاعدة المتوسطة ب15 وارتفاعه ب7، احسب مساحته. ده انت مديني القاعدة المتوسطة ومديني النسبة. في الابتدائي كان الأستاذ بيجي يقول لي ايه، لما اديك النسبة قول القاعدة الصغرى بجزئين يعني 2 س، والقاعدة الكبرى ب3 أجزاء يعني 3 س. والقانون بيقول إن القاعدة المتوسطة بتساوي القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على 2. 30 بتساوي 5 سنات لما عملت وسطين في طرفين. يبقى السين الواحدة طلعت 30 على 5 بتساوي 6. يبقى إذا القاعدة دي بتساوي 2 في 6 ب12، وهنا 3 في 6 ب18. يبقى معايا شبه منحرف دلوقتي، دي ب18 دي ب12 والارتفاع بيساوي 7. إذا المساحة بتساوي القاعدة المتوسطة 15 في الارتفاع اللي هو 7.
يا أستاذ، طب ما هو كان مديني هنا عايز المساحة، كنا جبناها على طول. كان عايز كمان كل ضلع بكام أو كل قاعدة بكام. مساحة المعين ليه طريقين اتنين للمساحة، قانونين. أول قانون القاعدة في الارتفاع، تاني قانون نص حاصل ضرب القطرين. تاني يا شباب، لو انا خدت القاعدة، هو بالمناسبة ان اضلاع كلها متساوية، لو انا خدت دي القاعدة مثلا، الارتفاع بتاعه بيجي من الضلع اللي قصاده، يبقى دي قاعدة وده ارتفاع، دي قاعدة ودي ايه ارتفاع. خلي بالك ان اضلاع كلها متساوية، والارتفاع ده بيجي من ضلع عمودي على القاعدة. طيب الأقطار، الأقطار ديت بيجي من زاوية للزاوية المقابلة ليه، ده كده قطر، ده كده قطر. خلصوا إن أقطاره متعامدة وينصف كل منهما الآخر. الخواص بتاعه ان هو اقطاره متعامدة وينصف كل منهما الاخر. في مسائل يا شباب هنحتاج فيها المثلث القائم ده، هو نحسب طول الضلع منه مثلا. بس المهم دلوقتي ان انا بقول ان المساحة نص حاصل ضرب القطرين. معين طول ضلعه 5 سنتي وارتفاعه 4 سنتي، احسب مساحته. بما ان المساحة بتساوي قاعدة في الارتفاع المناظر، يبقى بتساوي 5 × 4 = 20 سنتيمتر مربع. سؤال تاني، معين قطريه بتساوي 6 سنتي و8 سنتي، احسب مساحته. المساحة بتساوي نص في حاصل ضرب القطرين. المساحة اهي نص حاصل ضرب القطرين، نص الستة 3، التلاتة في 8 × 24 سنتيمتر مربع. طيب افكار ايه؟ معين النسبة بين قطريه ثلاثة إلى خمسة، ومساحته بتساوي 60. احسب طول كل من قطرين. بما إن القطر الأول بيساوي 3 س، والقطر الثاني 5 س، قلنا يا شباب لما يديني نسبة يبقى دي 3 أجزاء ودي 5 أجزاء. المساحة نص في حاصل ضرب الأجزاء، نص في 3 × 5 × س تربيع بتساوي كام؟ 60. يبقى س أس 2 بتساوي، هنعمل وسطين في طرفين، 60 × 2 على 15، يبقى س أس 2 طلعت ب8، يبقى س الواحدة طلعت ب2 جذر 2. يبقى القطر الأول ده هو بنساوي ال2 × 3 ب6 جذر 2، وال2 × 5 ب10 جذر 2. كده يبقى أنا جبت له كل قطر بكام. هو محيط المعين ايه؟
محيط المعين مجموع أطوال أضلاعه. بنستخدم الطريقة دي في أي حاجة ما نش فاكر محيطها ما عدا الدايرة أو طول الضلع في أربعة مش فاهم. معين محيطه بيساوي 36 وطول حرفه أو ارتفاعه بيساوي 3 سنتي. احسب مساحته. بما ان المحيط بيساوي 4 في طول الحرف يعني الضلع يعني 36 بتساوي 4 في لام، يبقى اللام الواحدة طلعت ب9. بما ان المساحة بتساوي طول الضلع في الارتفاع، يبقى المساحة بتساوي 9 × 3 = 27 سنتيمتر أس 2. معين طول أحد أحرفه 5 سنتي وطول أحد أقطاره 6 سنتي. احسب مساحته. رسمنا المعين، حطنا البيانات اللي قال عليها. قال ان طول الحرف ب5 وطول احد اقطاره 6. هي مساحة هو الاقطار في المعين مالها؟ الأقطار متعدة وبينصف كل منهما الآخر، يبقى أصبحت دي ب3 سنتي ودي ب3 سنتي، وأقطاره كمان متعدة. بما إن الأقطار في المعين 1 متعدة، 2 ينصف كل منهما الآخر، يبقى أنا استفدت إن ألف جيم عمودي على البيت دال، وإن ميم منتصف البيت دال. من فيثاغورس ألف ميم أس 2 هتساوي ألف ب أس 2 ناقص ب ميم أس 2 هتساوي 16. يبقى ألف ميم بتساوي 4، دي طلعت ب4 سنتي. إذن ألف جيم بيساوي 8. إذن المساحة بتساوي نصف حاصل ضرب القطرين، يعني بتساوي 24 سنتيمتر مربع. المربع ليه طريقين. المربع مساحته لا إما نص مربع قطره، يعني إيه زي المعين. المعين كان نصف حاصل ضرب القطرين، هنا القطرين منهم زي بعض، يبقى نص في القطر في القطر والأطوال متساوية، يبقى نص القطر أس 2 أو طول الضلع في طول الضلع في نفسه. مربع طول قطره بيساوي 6 سنتي. احسب مساحته. يبقى المساحة بتساوي نص القطر أس 2، يبقى 18 سنتيمتر مربع. مربع مساحته 50 سنتيمتر مربع. احسب طول قطره. يبقى طول القطر بيساوي 50 بتساوي نص القطر أس 2، يبقى 100 بتساوي قطر أس 2 لما عملنا وسطين في طرفين، يبقى قطر بيساوي 10. مساحته بتساوي القاعدة في الارتفاع، متوازي الأضلاع مساحته بتساوي القاعدة في الارتفاع،
واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بالتفصيل، قلنا الارتفاع مش شرط يكون جوه، ممكن يكون بره. يعني ده كده ارتفاع، ده ارتفاع بناء عن ايه؟ عن القاعدة دي او القاعدة دي. ممكن يكون ده ارتفاع بس قاعدته في الحالة دي هتبقى ده. المساحة كانت بتساوي القاعدة في الارتفاع. اتكلمنا عن مساحة المثلث ومساحة المتوازي في درس سابق، نلقاكم بإذن الله في درس آخر، وإلى اللقاء.